طيب قبل لا تدرعم علي وتسبني في التعليقات، خلوني اشرح لكم اول شيء وجهة نظري في هذا المقطع قبل أن نبدا. لا تنسى لايك والاشتراك، معك اخوكم مبارك القحطاني، والان خلونا نبدا. طيب المقطع هذا قررت اني اصوره في السياره في مكان ثاني مختلف عن السيت اب حقي علشان نقدر نفضفض وناخذ راحتنا في السوالف بخصوص مؤتمرات فبراير، وبالتحديد نينتندو دايركت اللي صار في بدايه فبراير، وستيت اوف بلاي حق بلاي ستيشن اللي صار في اخر فبراير. طبعا العاب السنه هذه احنا كلنا عارفينها، وبرضه من اكثر الالعاب اللي متحمسين لها من فتره طويله، تبدا من ريزيدنت ايفل 4 اللي راح تكون في نهايه شهر مارس الحالي اللي هو الشهر هذا، وبرضه في الفيلم المنتظر لفيلم ماريو اللي من نينتندو اللي راح يكون في منتصف شهر ابريل، اللي هو تقريبا راح يكون على فتره عيد الفطر بإذن الله. وبعدها بشهر، شهر 5، اللعبة المنتظرة برضو لعبة زلدا Tears of the Kingdom أو دموع المملكة، وشهر 7 أو 6 راح يكون في Final Fantasy 16 برضو من أكثر الألعاب المنتظرة بالنسبة لي. فالسنة هذه مليانة ألعاب كبيرة وكلها يعني ألعاب منتظرة ومحبوبة بالنسبة لي. لكن اللي مزعلني كان أنه يعني نينتندو مسوين نينتندو دايركت، المفروض يكون فيه يعني على الأقل على الأقل على الأقل إعلان واحد للعبة يعني ننتظرها، أو أعلنوا عنها من قبل، مثلا خلنا نقول مثلا مترويد برايم 4، لعبة لماريو 2D جديدة، شيء يعني يكون إعلان يستحق الدايركت، يعني يستحق يكون في دايركت. اللي شفته بصراحة أنا بالنسبة لي لنينتندو دايركت كان تجميعة تريلرات. صح كان في إعلان حق بروفيسور ليتن لعبة الألغاز اللي من استوديو ليفل 5 اللي برضو أعلنوا عن 3 ألعاب ثانية أحبها وأستمتع في ألعاب الألغاز، وبرضو بروفيسور ليتن بالتحديد. لكن ما هي إعلان دايركت، يعني دايركت كان تقريبا 40 دقيقة، أفضل إعلانين فيه تكون حق أشياء قديمة. يعني كان أفضل إعلان اللي هو مترويد برايم ريميك أو ريماستر اللي سووا لها إعادة إصدار، أنا بالنسبة لي أشوفها ريميك لأن صراحة الإصدار كان جدا ممتاز، وبإذن الله راح نسوي لها بث أو فيديو في القناة. والإعلان الثاني الرهيب اللي كان بالنسبة لي وعجبني اللي هي ألعاب الجيم بوي أدفانس الفيرتشوال كونسول للنينتندو سويتش أونلاين. يعني هذا الشيئين الوحيدين اللي عجبوني في مؤتمر لنينتندو، وكان صراحة جدا محبط. طبعا في شفنا تريلر لأدفانس وورز عارفينها من زمان ومعلنين عنها ومسوي لها بري أوردر واستناها تنزل، ولاعبها برضو على الدي اس وبعبها بإذن الله على نينتندو سويتش. أحب ألعاب أدفانس وورز وأحب ألعاب استراتيجية عموما. وبرضو كان في إعلان أو تحديد موعد إصدار بيكمن 4. أنا ما لعبت ولا جزء لبيكمن صراحة، كثير كان يمدحوني بيكمن 3 وينصحوني ألعب بيكمن 3، ما لعبتها، بتكون فرصة أني أبدأ سلسلة بيكمن من الجزء الرابع. وبرضو كان في الأخير، طبعا أنا أكثر شيء أزعجني الإعلان الأخير اللي هو إعلان Breath of the Wild أو مقطع فيديو عن Breath of the Wild، مش Breath of the Wild، آسف، Tears of the Kingdom Legend of Zelda Tears of the Kingdom دموع المملكة. طبعا يعني لها كم سنة معلنة وخلاص نعرف متى تنزل، نعرف الاسم، نعرف طريقة اللعب، شفنا لها تريلرز. فآخر إعلان اللي عندنا آخر إعلان يحطون لنا برضو زلدة، خلاص يعني يحطون لنا شيء جديد، يحطون لنا حاجة مختلفة عن زلدة، نعرف زلدة خلاص لنا 4 أو 5 سنوات وكل سنة فيها 3 أو 4 دايركتات، One last thing، آخر شيء يجيبون لنا زلدة، خلاص درينا. فما كان مرة مزعج بالنسبة لي إني أشوف زلدة آخر شيء، نعرفها ونعرف متى بتنزل وقاعدين نستناها وننتظرها، وحتى سويناها طلب مسبق. على فكرة طبعا اللعبة بتنزل في شهر 5، وزي ما قلنا في تويتر، إذا حد يتابعني في تويتر، رفعوا سعرها إلى 70 دولار. أول لعبة في نينتندو تنباع ب$70 لحالها حتى بدون السيزن باس أو إضافات. فنزلوا نينتندو برضو حاجة اسمها الفوتشر، نينتندو أونلاين فوتشر، تشتري تدفع $100 يعطونك حبتين فوتشر، تمام؟ هذه حبتين فوتشر تقدر تسوي فيها بري أوردر أو تشتري فيها لعبتين، أوكي؟
فال100 دولار مقسومه على 50 تين، اللي هي فوتشر وفوتشر. طبعا ما تقدر تدفع 50 تين، قصدي 50 وحده، تدفع بس 100 دولار مره واحده. فهذه حلوه للي بيشتري اكثر من لعبه، يقدر يشتري فيها ذا ليجند اوف زيلدا تيرز اوف ذا كينجدم او دموع المملكه، فتطلع عليك بدل 70 دولار تطلع عليك ب 50 دولار، وتشتري في ال 50 دولار لعبه ثانيه. اذا انت ما انت راعي خلينا نقول العاب نينتندو بس تبي تشتري زلدا، اشترها ب 70 ووفر 30، يعني لا تدفع على فوتشر ثاني اذا انت ما انت لاعب شيء ثاني. وبرضو الفوتشرز لازم تكون مشترك في نينتندو اونلاين، خدمه الاونلاين. اذا انت ما انت مشترك في خدمه اونلاين، خذ ال 14 يوم التجربه، تقدر تشتري فيها الفوتشرات وتشتري فيها اللعبه، فما انت محتاج تدفع عليها فلوس اضافيه. هذا بالنسبه لنينتندو دايركت. الحين نروح لبلاي ستيشن ستيت اوف بلاي. بالنسبه للستيت اوف بلاي برضو نفس الكلام، نفس كلامي عن نينتندو دايركت بالضبط، تجميعه تريلرات وضافوا لنا اياها في ستيت اوف بلاي، واللي بين لي يعني بالنسبه لي اشوفه كانه كان اعلان مدفوع. ايوه يعني في شركه دفعت لسوني، سووا لنا اعلان، قالوا اوكي شو نسوي، خلنا نسوي ستيت اوف بلاي يبين للجمهور ان ستيت اوف بلاي وفي اعلانات وكذا، وفي الستيت اوف بلاي هذا نسوي الاعلان حقنا اللي جاينا بفلوس، واللي هو حق لعبه سويسايد سكواد. الستيت اوف بلاي يمكن ما ادري كم كان وقتها، 20 دقيقه او خلنا نقول نص ساعه، 10 دقائق تقريبا من النص ساعه كلها كان عن سويسايد سكواد، اللعبه ما حد مهتم فيها الا القليل، يعني ماني قايل ما حد مهتم فيها نهائيا، بس ما في لها اهتمام بالنسبه للجمهور اللي يحب بلاي ستيشن. يعني كنا متوقعين نشوف مثلا على الاقل يعني ريماستر او ريميك حق جزء من اجزاء ميتل جير اللي سمعنا عنها كثير وسمعنا عنها اشاعات كثيره، فتمنيت على الاقل اشوف ميتل جير في ستيت اوف بلاي، بيكون مره حلو. نفس الشيء برضو في العاب حلوه متحمسين لها وكل شيء، زي ريزدنت ايفل 4 حطوا عرض مطول جدا، انا لاعب اللعبه بس بيكون حرق للي ما لعب اللعبه، متحمس لها وكل شيء واعرف متى تنزل ومسوي لها بري اوردر واستناها، بس ما ابغى اشوف لها عرض في ستيت اوف بلاي، عرفتوا؟ يعني انا اشوف انه تجميعة تريلرات وحطوها في مؤتمر، قالوا خلنا نسوي. طبعا يمكن الشيء الوحيد اللي عجبني او اعلان جديد عجبني في ستيت اوف بلاي اللي هي لعبة تشيا، ان شاء الله نطقت اسمها صح. هي راح تنزل في شهر مارس، كان اعلان حلو، لعبة جدا جميلة، بلاتفورمية، تشبه الى حد ما زلدا بريث اوف ذا وايلد، فيها الولد البطل اللي يسوي جلايدنج وكذا، الوانها حلوه فرايحيه. والجميل جدا برضو انها راح تكون مع خدمه البلس، ما اعرف اي اشتراك بس راح تكون مجانيه للي عنده بلس، برضو ما ادري اي درجه بالضبط بس انها راح تكون مع البلس، زي لعبه ستري اللي كانت تغامر بالقطوه. فلا تزعلون مني لما كتبت نينتندو زبالة وبلاي ستيشن أزبل أو العكس، لكن كان يعني مؤتمرين جدا محبطين. أنا لما شفت مؤتمر نينتندو محبط، قعدت أسولف مع أخويا قلت لهم نينتندو محبطة على الآخر. أنا أبغى سوني ترفع معنوياتي، أبغى سوني تجيب لي عرض مرة حلو، حتى يعني لدرجة أني قلت خلاص بتابع بلاي ستيشن ستيت أوف بلاي مع أخوياي عشان أقول لهم شوفوا ترى ها جاء شيء حلو. وفي النهاية ما جاء شيء ولا شيء حلو، جاء بس لعبة تشيا اللي عجبتني وتحمست عليها، والحلو انه جابوها في اول المؤتمر عشان ما اكون ضايق من المؤتمر. فكان هذا رأيي عن مؤتمرات الشركات اللي صارت في فبراير. طبعا ممكن يصير اشياء واحداث جديدة خلال الشهور القادمة، بيكون يعني سنة حماسية بإذن الله للجيمينج، السويتش على آخر عمره، نزل الآن بلايستيشن VR، ففي أشياء قاعدة تصير في عالم الجيمز، هوشة مايكروسوفت مع سوني على شراء اكتيفيجن، مايكروسوفت تبي تشتري اكتيفيجن وسوني ترفض، فصارت في أكشن صاير بين الشركتين في المحاكم. فبس كان هذا رأيي، والمهم الآن أسمع رأيكم في التعليقات عن المؤتمرات ومستقبل الجيمينج في السنة هذه. نشوفكم إن شاء الله في مقطع جديد.
سلام.